حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعين قناة فران، طلع عليكم عبر برنامج التواصل. هذا البرنامج اللي عودكم دائما بأن نسلط الضوء على أهم التطبيقات الجديدة في عالم التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، ونطرق كذلك على لكل الشخصيات اللي دخلت في هذا العالم الافتراضي وبرزت الأمانة من خلاله، وكذلك تعرفنا عليها أكثر من خلال تواصلهم في عدة تطبيقات ومن خلال تواجدهم في عدة تطبيقات. ونحاول دائما معاكم بأن نسلط الضوء على كل القضايا الخاصة والمتعلقة في عالم التواصل الاجتماعي. تابعونا في هذه الحلقة، راح تكون ثرية إن شاء الله بمختلف المواضيع وكذلك بضيوف متنوعين. تابعونا. مشاهدينا الكرام، في الفقرة الأولى من هذه الحلقة راح تكون ضيفتنا الدكتورة عبير العميري، وهي نائب رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات. راح نتكلم معها عن تقنية المعلومات والاستخدام الأمثل لهذه التقنيات والمختلفة وكثير مواضيع اللي راح تخلل هذه الفقرة. تابعونا. مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة اللي بنتكلم فيها حول موضوع أمن المعلومات، وكذلك بنتكلم للعديد من المحاور، الجرائم الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وكثير المحاور الأمان راح تخلل هذه الفقرة. وضيفة هذه الفقرة راح فيها الدكتورة عبير عيسى العميري، نائب رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات. راح فيك دكتورة في برنامج التواصل. يا هلا ومرحبا فيكم، شرفتونا بالجمعية الكويتية لتقنية المعلومات. الله يسلمك دكتورة. في البداية وقبل أن نبلش محاورنا في هذه الفقرة، ودنا نتعرف عن هذه الجمعية. شنو هي هذه الجمعية كنبذة مختصرة؟ جمعية الكويتية لتقنية المعلومات هي جمعية نفع عام مثل الجمعيات الأخرى، جمعية المهندسين، جمعية المعلمين، ولكنها تعني أعضائها يكونون من خريجين الكمبيوتر المتخصصين في مجال الاي تي. هي جمعية نفع عام تأسست 1983. هذه الجمعية بدأت بجمع جميع الأعضاء العاملين في مجال الكمبيوتر، ما شاء الله توسعت مع انتشار التقنية معنا والمجالات الخاصة في مجال الكمبيوتر. أسسناها وهي كائنة في منطقة الروضة، تعطي خدمات تدريبية اجتماعية لجميع أعضائها وعلمية كذلك وفنية لجميع الأعضاء العاملين في مجال الكمبيوتر. طيب نبلش معك أول محاورنا دكتورة ونتكلم عن التقنية. اليوم لو بنتعرف عن سمات الشخصية أو قول الشخص المستخدم الأمثل للتقنية، شنو الاستخدام الأمثل للتقنية؟ أوكي. طبعاً إحنا مع كلنا نستخدم التقنية، كل الحين الأطفال الكبار المراهقين الكل يستخدم التقنية، ولكن النقطة اللي أنت قلتها ما هو الاستخدام الأمثل للتقنية؟ لازم عشان أستخدم التقنية أكون مواطن أو شخص رقمي. أول شيء أتعلم، لازم أكون عندي خبرة باك جراوند شلون أستخدم التقنية، شلون أتعامل مع الجهاز، شلون أتعامل مع السيتنج في الجهاز، أتعرف على أنظمة التشغيل الموجودة، متى أسوي أبديت للجهاز إلى آخره. شيء الثاني أحمي نفسي وأنا ماسكة جهازي، أحمي نفسي من اختراق جهازي، أحمي نفسي بالصحة الجسمانية من عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة عشان لا تأثر على أو لا يتأثر ظهري أو رقبتي أو جسمي من استخدام هذه التقنية. وقلنا يتعلم استخدام هذه التقنية. شيء الثاني يحترم أثناء الاستخدام، لازم نحترم الثقافات، نحترم شلون نتواصل مع الآخرين. بالأخير المواطن الرقمي هو مسؤول عن استخدام التقنية. لما أنا أسلم أي شخص جهاز وهو يتواصل مع الآخرين، خصوصا في وجود الإنترنت، في وجود شبكات التواصل الاجتماعي، لازم هذا الشخص يكون مسؤول عن نفسه، مسؤول عن ظهوره، خصوصا إحنا يعني مسؤول عن كونه كويتي، عن كونه مسلم، عن كونه يمثل عائلته ويمثل وطنه وشعبه. هذا هو المواطن الأمثل الرقمي الأمثل لاستخدام التقنية. طيب لو بنستخدم اليوم أو نتكلم عن موضوع المستجدات الحديثة مثل منها خلينا نقول التجارة الإلكترونية،
خلينا نتكلم عن الطرق حق رايج في هذا المساله التجاره الالكترونيه، واليوم قاعد نشوف للامانه كثير من التطبيقات اللي موجوده مختصه في هالمجال. صح، اول شيء لازم نعرف شنو التجاره الالكترونيه. هي تبادل بيع وشراء السلع باستخدام تكنولوجيا، يعني انا ما انتقل الى المحل واروح واشتري، بل اني اخذ اتواصل اونلاين مع اي متجر، مع اي موقع يبيع سلع معينه واتعامل معه. طبعا هذه التجاره الالكترونيه تحتاج تعليم، ان انا اتعلم كمشتري قبل لا اكون بائع على اساسيات معينه قبل البدء بالشراء. مثال، لما اجي انا ابي اتصفح موقع، اول شيء لازم يكون الموقع اللي انا بشتري منه فيه مصداقيه كبيره تخليني اشتري منه، موثوق المصدر، موقع عالمي موثوق المصدر، اتاكد منه، اقرا عنه قبل لا ابتدي اشتري منه. شيء ثاني، طريقتي في الشراء، هل انا راح اشتري السلعه وبعدين لما توصلني ادفع كاش، ام اني اشتريها وهذه الاغلبيه المواقع اشتريها باستخدام الكينات او باستخدام الماستر كارد. وهني نوقف عندنا يعني توقف على هذه النقطه، الماستر والكينات، وطبعا بطاقات، اي بطاقه شراء لازم انا اتاكد اكثر من مره قبل لا ادلي بمعلوماتي عنها في هذا الموقع. وايد ناس يحطون معلوماتهم بسهوله في مواقع تعتبر احنا نسميها فيشنج. يعني شنو هذه المواقع؟ مواقع تصيد، تحط لك واجهه متجر الكتروني كبير ومعروف، وهي اساسا بالخلفيه بس الواجهه موجوده لما اي عند نقطه الشراء والوصول الى اني ادلي بمعلومات بطاقه الائتمان مالتي، يطلع لك ديكلاين ولا يصير لك الجهاز يوقف يتوقف عن العمل، بعدين هم يبداون شنو بسرعه المعلومات والتصيد واستخدام البطاقه الخاصه فيك. وهذه يمكن انتشرت الحين في كثير من الدول، ويمكن احنا سمعنا عنها في الاونه الاخيره. فالتجاره الالكترونيه احنا يعني ما يخفي علينا ان فيها تطور هائل. تخيل من 2011 تقريبا كانوا عدد المشترين في العالم 700,000 مشتري، وصلت الحين الى 1.2 مليون شخص يشترون عبر الانترنت، خصوصا دولتنا. ليش؟ يمكن يبون الناس يكون عندهم الاسبقيه قبل، اول شيء الاسبقيه في الحصول على المنتج. انا قبلكم حصلت على اخر تحديد او اخر ماركه او شيء. شيء ثاني مثل ما تفضلت، السرعه. في ناس يقولون الجودة، لما أنا أشتري هذا المنتج من المتجر الأساسي لها أو الماركة الأساسية أضمن أنه هو مو تقليد، فأنا ضمنت أو يعني تطمنت أني أنا شريت السلعة الصحيحة. ففي وايد عندك إيجابيات للتجارة الإلكترونية وإحنا نستخدمها كلنا، لكن في محاذير. من جانب آخر في محاذير، قبل لا تشتري أو تعطي عيالك أو أخوانك يشترون، لازم يكون المصدر موثوق. الدول اللي أشتري منها لازم تكون إحنا نعرف منه هذه الدول، علشان لا أتعرض بنفسي أدلي، يعني أعطي معلوماتي حق الآخرين بنفسي وأتعرض إلى السرقة المعلوماتية. طيب، يمكن هالكلام هذا كله يجرى حق خلينا نقول محور الجرائم الإلكترونية. قاعدين نسمع هالأيام يعني في إدارة كاملة استحدثت في وزارة الداخلية، إدارة الجرائم الإلكترونية، والأمانة قاعد يعني يحاولون يوعون الناس فيها. لو أنت يعني أنت عرف عن بعض من الجرائم الإلكترونية أو شو المقصود فيها من خلال جمعيتكم؟ هو مثل ما تفضلت، الإدارة استحدثت بسبب وجود قانون الجرائم الإلكترونية. صدر قانون بمرسوم، قانون الجرائم الإلكترونية، فيها يحاسب أي شخص يعني يؤدي أي جريمة إلكترونية مصنفة وفق هذا القانون. طبعا خلنا نعرف شنو يعني، متى أنا أقول إن هذه جريمة إلكترونية. إذا استخدمت جهاز إلكتروني في عمل أي جريمة يمكن تصنيفها تبع جريمة إلكترونية. أكثر الجرائم الإلكترونية اللي تصير، طبعا احنا نقول أكثر الجرائم برايك شنو؟ نقول سرقة، زين، ابتزاز، مع أن الأكثر وفق يعني وايد عندك إحصائيات بالكويت، أكثر جرائم إلكترونية تصير بالكويت الابتزاز والتشهير بغرض التشهير إلى آخره. في عندنا نوعين من الجرائم الإلكترونية، في ناس يؤدون الجريمة بهدف يعني التصيد، التشهير، السرقة. هو ما يبي يسرق، بس يبي أنه يحاول أنه يصل إلى موقع معين ويأخذ معلوماته، يسرق الصور، يسرق الملفات إلى آخره. وفي ناس لا، يهيئون مواقع مثل ما أنا قلت قبل شوي، أسوي موقع هدف، الهدف من هذا الموقع أني أكسب المال أو أؤدي جريمة أو أكسب المال بطريقة غير مشروعة. فالجرائم الإلكترونية موجودة للأسف، اكثرت. في منها
ناس يسوون جريمة إلكترونية بدون وعي، ما يدرون إن أنا صرت أو تم تصنيفي إني مجرم إلكتروني، مثل أقلها اللي يسوون إعادة تغريد في المواقع، يغرد لشخص مطلوب أمنيا، فتلقى يجرجرونه وينادونه إن أنت يعني متواطئ مع هذا الشخص وأنت في جريمة إلكترونية. وفي ناس لا، قاصدينها بغرض التشهير وغرض الاستغلال، غرض السرقة إلى آخره. فهذه هي الجرائم الإلكترونية. جميل. إذا بنتكلم عن الأمن الرقمي، خلينا نقول يمكن هذا المصطلح شوي هو تقني بزيادة، يعني صح. الأمن الرقمي أو خلينا نقول أمن المعلومات، شلون واحد شلون أقدر أحافظ اليوم على هذا الأمن ويكون يعني معلوماتي كلها بأمان وسيفتي وما تعرض خلينا نقول للاختراقات أو الهاكرز أو السرقات أو أي خلينا. أوكي. مصطلح الأمن، قبل لا أبتدي أنا دائما أحب أقول المصطلح الأول الأساس بعدين أبتدي. أنت قلت الأمن الرقمي، أنا باخذ كلمة الأمن، متى إحنا نحتاج أن نعمم الأمن؟ إذا صار فيه فوضى، صح؟ حسيت أنه أو منعاً لحدوث الفوضى، أنا أحاول أحط قوانين من خلالها يستتب الأمن، مثل القوانين اللي موجودة في كل الدول علشان تطبق الأمن في الدول. مع وجود التقنية وانتشر، لاحظ يعني تخيل أنت بعالم افتراضي، هذا العالم يشبه اللي عنده بنية تحتية، حط الأجهزة وحط البيوت وحط السيرفرات، السيرفرات ممكن تكون كأنها البيوت، ناس تدخل هذا البيت وتطلع منه، وناس تتحاور، ناس تتواصل بدون وجود قانون، شو يصير؟ فوضى. فوضى. وبالتالي شنو نبي؟ نحتاج أن نص قوانين، سواء كانت تشريعات دولية بين دول العالم أو قوانين داخلية تحقق النظام داخل الدولة. فهدف شنو؟ تحقيق الأمن الرقمي. علشان أحقق الأمن الرقمي، أول شيء محتاجة تحقيق قانون أو فرض قانون الجريمة الإلكترونية، لأن الواحد إذا خاف إن فيها محاسبة، هذه الشغلة فيها محاسبة، أنا أحاول أتحاشاها. الشيء الثاني لازم أنا أعرف وأتثقف، لازم أثقف الناس في هذا المجال، ترى يا جماعة في عندنا استخدام معين، عشان أنت تبتعد عن أن المساءلة لازم تعرف شنو القوانين الرقمية. نأتي إلى الأمن الرقمي، شنو الشيء اللي يهدد أمنه؟ إحنا ودنا الحين نأخذ مصطلح، في مصطلح مشهور الكل يعرفه اللي هو الهاكرز. الهاكرز كان بس أحد يعني يسمع كلمة هاكرز معناته أن أحد سرقة معلومات، ابتزاز، تشهير، ولكن الحاصل في عالم الإنترنت أشياء متعددة. في نوع اللي هو هاكرز يحرمك من الخدمة، مثل اللي يسمونه ديدوز، إذا سمعت عن كلمة ديدوز اللي هو denial of service attack. شنو هو؟ يصير عملية اللي هو أنا بين السيرفر أطرش له request وأنطر منه استجابة reply. فهي عادة السيستم معد أن أي واحد يعطيني request طلب أنا أجاوب عليه قبل الثاني. فلما تصير عندك أجهزة مصابة في فيروس معين تبتدي ترسل هذه أو هذه الطلبات أو الريكوست، شو يصير بالسيرفر؟ يحاول يرد على الاستجابة ويرد على هذه الطلبات. فيصير شيء يسمونه مفهوم الاكتظاظ، أنا مثل الشارع المزدحم بالمرور، لما تجي أنت ترسل طلبك أساساً السيرفر عطلان ما يقدر يرد على طلبك لما يجاوب على الطلبات المتعددة والمكتظ فيها، صح ولا لا؟ فهذه يسمونها خدمة أو الحرمان من الخدمة. هذا نوع، على فكرة هذا النوع يعني يقدر أي هاكر يسويه بدون لا يسرق معلوماتك أو يحصل على الباسورد مالتك. في نوع ثاني من الهاكرز انه يرسل تروجان فايل اللي هو حصان طروادة. حصان طروادة هو يستخدم للحصول على سرقة المعلومات من الجهاز، سرقة الصور، سرقة هذه الاشياء وغيرها. في شيء يسمونه الـ NFC اللي هو Near Field Communication، هذا يصير معظمه يعني في دول اذا يتبي تفتح، تعرف اللي تفتح البوابة زين، في يسوون الكاردز هذه على اساس تدفع فيها البنزين، رسوم البنزين. فهي عبارة تشبه الأشعة تحت الحمراء، تشبه البلوتوث، من خلال مساحة صغيرة تقريبا تقدر بعشرة سنتي، من خلالها يتم تبادل ومشاركة الملفات. تصير أكثر شيء على التليفونات أو الأجهزة اللي تعمل بنظام الأندرويد، من خلالها ممكن يخترق هكر هذا الشيء ويسرق معلومات. بالإضافة إلى عندك هاكرز اللي يستغلون الواي فاي اللي تكون ما فيها ساعات بالمطارات، واي فاي تاخذه، بس تلقى واي فاي بالمطارات أو الكافيهات على طول أنت تشبك وتشتغل في هذا الواي فاي اللي ما يكون فيه باسورد، يكون مجاني، يكثر فيه التصيد والهاكرز. عاد هني تبتدي سرقة المعلومات وسرقة هذه الأشياء. فإحنا لازم
الأمن الرقمي لازم أنا عشان أحقق الأمن أو أكون أنا مأمنة لازم أتحاشى هذه الأشياء. إحنا كمواطنين أو إحنا كمستخدمين ممكن نقول لازم أنا ما أتعرض، ما أقض جهازي بأي مكان عشان أحد يأخذه. أحاول أني أستخدم الأبديت الجديد حق كل أنظمة التشغيل، لأن ليش حطوا الأبديت أساساً؟ ليش يقول لك في أبديت لآيOS مثلاً 10 في 10.1 ويبنى أبديت 10.2؟ لأن أكيد في ثغرة في 10.1 ويحاولون يتفادونها ويصلحونها في 10.2. فأنا كمستخدم لازم أستخدم نظام تشغيل جديد، ما أستخدم شبكات الواي فاي، أستخدم مثلاً أحاول أكون محافظة على جهازي بشكل أكثر. جميل، الأمانة استمتعنا جدا بالحوار معك دكتورة عبير الأميري، نتمنى التوفيق لك إن شاء الله، نائب رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات. كميات من المعلومات اللي ما ذكرتيها ووضحتيها لسادة المشاهدين، نشكرك جزيل الشكر على قبول هذه الدعوة ويعطيك ألف عافية. ومرة أخرى شاكرة وجودكم معي. شكرا لك مرة ثانية دكتورة عبير الأميري، نتمنى لك التوفيق بإذن الله. أعزائي المشاهدين، نكون وصلنا معكم إلى ختام هذه الفقرة، تابعونا في هذا الفاصل. هل أثرت وسائل التواصل الاجتماعي على الأسر بالشكل سلبي أو بالشكل الإيجابي؟ كذلك الأطفال وتعلقهم بالأجهزة الحديثة وكذلك التطبيقات المختلفة واستخداماتها أثناء وجودهم واجتماع الأسرة، كل هذه الأمور راح نتعرف عليها من خلال لقائنا في الدكتورة دلال البديوي، عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت كلية العلوم الاجتماعية. تابعونا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، في هذه الفقرة بنتطرق حق مواضيع كثيرة ومحاور عدة، منها راح نتطرق حق الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك أخلاقيات التواصل الاجتماعي، وكذلك أحد الحملات المتواجدة الآن في جامعة الكويت. أرحب بضيفتي وضيفتكم في هذه الحلقة الدكتورة دلال بديوي، أستاذ دراسات المعلومات في جامعة الكويت. حياك الله دكتورة في برنامج التواصل. يا هلا فيكم وحياكم الله. دكتورة، في البداية لما نتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي، يعني شفنا الكثير من البرامج تكلمت عن إيجابياتها سلبياتها، احنا ودنا نتطرق اليوم حق مدى الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف التطبيقات اللي موجودة. طبعا هي شبكات التواصل الاجتماعي مثلها مثل اي يعني شيء بالدنيا، في ايجابيات وسلبيات، وبما ان احنا بنركز على الايجابيات فهي من اسمها تواصل، اذا هي الهدف منها الأساسي هو التواصل. هذا التواصل بين الأفراد وبين الأشخاص يجب أن يكون ذو قيمة، فهذا اللي المفروض يكون هدف يعني شبكات التواصل الاجتماعي، اللي هو التواصل مع الأشخاص بهدف تربوي، بهدف أكاديمي، بهدف التطلع على ثقافات جديدة. فيفترض أن هذا هو بغض النظر الناس شلون تستخدمه، هو هذه الإيجابية من شبكات التواصل الاجتماعي. طيب دكتورة، لو بنتكلم عن المجتمع الكويتي اليوم، تحسين الاستفادة قاعد توصل من خلال التواصل الاجتماعي؟ تحسين في استخدام أمثل خلينا نقول للتواصل الاجتماعي؟ هو لابد الفئة الواعية في المجتمع قاعدة تستخدم شبكات التواصل بصورة صحيحة، اللي هو مناقشة الأمور والقضايا المهمة، مناقشة قضايا ثقافية اجتماعية سياسية، فهذه فقط الفئة الواعية. والمجتمع الكويتي أغلب أفراد المجتمع الكويتي بجميع الأعمار من الفئات الواعية واللي قاعدة تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي بصورة صحيحة، لكن هناك الفئة اللي ينقصها الوعي في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، واللي أتوقع أنها تحتاج حق قليل يعني من الوعي، من ندوات، من الأمور الثقافية عشان تقدر أنها تستفيد أكثر وبصورة صحيحة من شبكات التواصل.
كأستاذة جامعية ومتابعة يمكن مع فئة وشريحة مهمة جدا، هي فئة الشباب، تحسين أن تفاعلهم مع التواصل الاجتماعي، الاستفادة المرجوة من التواصل الاجتماعي واصلة لهم؟ يعني على المستوى الأكاديمي طلبة جامعة الكويت مستفيدين من شبكات التواصل الاجتماعي، قاعد يحصلون على معلومات، قاعد يتواصلون مع الأساتذة، يعرفون بعض المواعيد حق بعض الأنشطة بالجامعة. طبعا هذه، وفي الاستخدام الآخر، يعني في هذا الاستخدام وفي استخدامات أخرى، يعني في إن النقاشات اللي بينهم عن الأمور الجامعية، عن المشاكل الجامعية، عن الأمور الحياتية بشكل عام، فالاستفادة يعني لو قيمناها 60%. جميل، يعني كنسبة هذه أتوقع على يعني قولتهم مش بطالة يعني. اي نعم، بالنسبه حق يعني كمجتمع، يعني هو يعتبر هذا شيء مهم لازم نذكره، المجتمع الكويتي يعتبر من المجتمعات المحافظه، المجتمعات يعني الهادئه الاكثر هدوءا، فدخول شبكات التواصل الاجتماعي عليها مو شيء سهل. فالوعي اللي الحين عند الطلبه، عند الكويتيين بشكل عام، هذا مؤشر جيد، يعني على مجتمع محافظ فجاه يدش عليه شيء جديد يغير شويه من طريقته بشكل عام. جميل، لو بنتكلم عن مدى تاثير استخدام التواصل الاجتماعي ولكن على حيز الاسره، يعني كاسر شو تشوفين تاثيره؟ التأثير الإيجابي والسلبي ولا بس لا الإيجابي أكثر؟ نتكلم عنهم اثنينهم يعني. هو مثل ما قلت، في الإيجابي في السلبي. لو بدينا بالإيجابي، هو في ناس يعني يحسون إن شبكات التواصل الاجتماعي زادت من التواصل بين الناس، حتى العوائل مثلا اللي ما تعرف بعض، يعني تكون عوائل كبيرة بعدين تعرفوا على بعض، الأخبار توصل بسرعة. هذه الإيجابية، يعني الإيجابية نسبية، يعني أنا أشوف أن السلبية أكثر. اللي طبعا السلبية اللي هي شنو؟ السلبية اللي هي بالعكس، يعني في البيت الواحد الأفراد منغمسين جدا باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، هذا يخليهم بعيدين عن الواقع، بعيدين عن التواصل الحقيقي اللي على أرض الواقع. وصار شبكات التواصل الاجتماعي تعوض عن التواصل الواقعي والحقيقي. فإحنا ممكن عن طريق مسج، عن طريق تويتر، عن طريق إنستغرام، إن إحنا نقدم معايدة أو تهنئة. مثلا في بعض الناس يشوفون إنه خلاص ما له داعي يزورون أو يعني يكونوا متواجدين فهذا يعتبر سلبي أكثر من إيجابي. إلا أن في بعض الناس يشوفون أن هذا بالعكس، يعني أنه سهل أن التواصل، أنا مشغول، أنا عندي ظرف، فهذا سهل أني أتواصل معه، حتى لو ما رحت على الأقل في شيء أتواصل مع يعني أحد أفراد الأسرة. طيب دكتور، لو بنتكلم عن السلبية هذه، شو اللي عززها، شو اللي خلاها تنتشر بشكل أكبر؟ يعني أنت ذكرتي أن الإيجابيات لا تكاد تذكر، يعني مقابل بالضبط. إحنا إذا قاعد نتكلم عن انعكاسها على الأسر، أي نعم، فشو اللي خلى السلبية أكبر؟ السلبية في في الاستخدام، أتوقع لأن أنا توني ذكرت أنه هو مجتمع محافظ، وشبكات التواصل الاجتماعي هذه عبارة عن ثورة، ولا زالت شيء جديد، لا زالت في أشياء جديدة قاعد تطلع فيها، عشان كذي الناس صاروا يستخدمونها وقت أكثر بدون وعي. يعني هم يعتقدون أن هذه تسهل أمورهم الحياتية، فهذا اللي خلى، يعني ما في حد، يعني احنا خلاص نشوف انها موجوده متوفره. المجتمع الكويتي من المجتمعات اللي هي تعتبر المجتمعات الغنيه، اللي الكل يحصل على احسن التكنولوجيا، احسن السمارت فونز، فهذا كله ادى، اذا انا عندي التليفون 24 ساعه قاعده اكلم الناس اللي ابيهم، قاعده اقول الافكار اللي ابيهم، طبعا هذا احد اسباب ان الشخص ما يحط حد للاستخدام. جميل، يمكن الحين بنروح معك دكتورة دلال الدوي إذا حق نقطة أهم واللي اليوم أثرها كبير، خاصة مع وجود قوانين جديدة للإعلام الإلكتروني، قوانين جديدة في الجرائم الإلكترونية، واستحداث بعض الإدارات من جانب المباحث الجنائية، حطوا إدارة خاصة للمباحث الجرائم الإلكترونية، وشفنا يمكن قضايا كثيرة صارت. نتكلم عن محور مهم جدا اللي هو أخلاقيات التواصل الاجتماعي، وأنا حسب علمي أن حضرتك مسوية بحث في أو دراسة كاملة في هالجانب هذا. خلينا نتكلم بشكل نقول كإسقاط للمجتمع الكويتي. نعم، أول شيء في البداية مثل ما قلت إن بما أن شبكات التواصل الاجتماعي شيء جديد،
لذلك احنا في الكويت صار عندنا اللي هو الحين احنا في بداية ان احنا نضع قوانين، وبالعكس هذا شيء جيد. هو يعني احنا الحين في المرحلة الأولى من وضع القوانين، احنا الحين قاعد نجرب القوانين. فهذه القوانين اللي وضعت هي التي تندرج تحت الأخلاقية. المشكلة في وين؟ المشكلة ان احنا يعني تونا بادين ان احنا نضع قوانين، هذا واحد. المشكله شلون نوصل قوانين حق الناس؟ يعني هي ما تم وضع قوانين الا لان في اشياء، في تجاوزات بالسوشيال ميديا، وبالعكس هذا شيء زين. حتى الحين هذا اللي هي شلون قاعد يجربون القوانين، شلون يوصلونها حق المجتمع، هذا امر طبيعي. يعني لطالما ان احنا في بدايه الشيء فلازم يصير في بعض الاخفاقات. هذه القوانين والاخلاقيات تندرج تحت شيء اسمه information policy، اللي هو سياسة المعلومات. طبعا بالكويت هم الحين قاعدين يحطون هذه القوانين وقاعدين يحطون هذه الأخلاقيات، بس ما قاعد هي تندرج تحت هذا الشيء، بس هم ما عندهم إطار واضح أن فعلا هذا يندرج تحت سياسة المعلومات، لأنه أصلا تخصص جديد في الكويت. فأما عالميا هذا الشيء موجود. يعني هذه القوانين إنزين اللي حطوها كان لابد منها، قاعد تطبق بصورة صحيحة بصورة غير صحيحة، هذا أمر طبيعي إلى أن نصل إلى يعني أحسن القوانين المتناسبة مع المجتمع. طيب شنو السياسة خلينا نقول الأخلاقيات الأمثل للاستخدام؟ يعني طبعا احنا عندنا، تقصد شنو الاخلاقيات اللي ممكن في الردود؟ يعني حتى يعني ذكرت يمكن من خلال مناقشتي معك ذكرتي ان حتى الردود، التغريد خلينا نقول اذا على مستوى تويتر، وضع الصوره والتعليق، صحيح. بعضها خادش الحياة، بعضها يعني بالضبط. منافي الاداب. نعم. هل الامور هذه طبعا اول شيء انزين، واحنا دائما نذكره ان السوشيال ميديا عطت حق ان الكل يشارك في كل شيء. أحد أهم الأخلاقيات أني أنا ما أتكلم في أمور أنا غير متخصصة فيها. وإحنا قاعد نلاحظ خاصة في أمور السياسة والدين، السياسة لها ناس متخصصين، الدين لهم الدين لا ناس متخصصين. فمن الخلق ومن الأخلاقيات أني يعني حتى في الدين عندنا أن الإنسان ما يتكلم ولا يتدخل فيما لا يعنيه. فهذا أحد أهم الأخلاقيات. والتخبط اللي صاير حالياً في الكويت هو سببه أن الكل يتكلم في ما لا يعني وما لا يعني. هذا واحد من أهم الأخلاقيات. بعد التحدث في أمور، يعني إحنا مثلا في عندنا أمور مو لازم نتكلم فيها كمجتمع محافظ، كمجتمع مسلم لازم نعرف حدودنا. واحد من أهم الأشياء اللي أنا دائما أتكلم عنها اللي هي احنا عارفين الحين الاقليم العربي والامور اللي مر فيها والحروب والمشاكل، في بعض الصور اللي هو بما يخص مثلا ضحايا الحرب المهاجرين، هذه مو مفروض ان هي تعرض بالسوشيال ميديا، او ان مو كل صوره تعرض. يعني حتى الحالات المرضيه يعني نستذكر بالضبط، والحالات المرضيه اوكي، يعني مثلا في البعض يقول لا الحالات المرضيه عشان محتاجه مساعده، مو هذه الصوره الصحيحه ان احنا نعرض مرض انسان ولا ضعف انسان ولا على، يعني حتى ما في احترام للمستخدمين ولا لصاحب الصوره. هذه من الاشياء المهمه. بس انا يعني من الاشياء اللي دائما اشدد عليها هو ان اللي يتكلم في امور لا تعنيه، يتكلم في امور سياسيه ودينيه انزين لا تعنيه، هذا مو من الاخلاقيات. في دائما يقولون احنا بلد المليون سياسي، بلد المليون اقتصادي، بالضبط. المليون، وترى احنا من قبل السوشيال ميديا ومن قبل شبكات التواصل الاجتماعي احنا حتى في الزوارات العائليه الكل يتكلم. فلما جت السوشيال ميديا ساعدت هذا الشيء انزين، صار اسهل يعني من جميع الفئات، المثقفة الغير مثقفة، اللي عندها خبرة بجميع الأعمار، يتكلم في السياسة، يتكلم في الدين. هذا جزء من، يمكن جزء من ديمقراطيتنا، هو شيء ترى إيجابي. لكن السوشيال ميديا لازم نستخدمها صح عشان يعني نعرف حدودنا في الاستخدام. صحيح. وبالتالي يعني حتى الواحد يقدر يعني يرجع حق مصدر، حق معلومة، حق أي كان. يعني حتى ذكرت يعني الجانب الديني مهم جدا، الجانب الديني بالإضافة إلى كل الجوانب الأخرى. لمن كل واحد يتكلم من تخصصه ومن علاقته من مكانه، صحيح. راح يكون أفضل. دكتورة، مؤخرا أو قبل تقريبا 3-4 شهور طلقت حملة اللي هي كن واعيا معلوماتيا راقيا فكريا. نعم. في جامعة الكويت، وتحديدا حضرتك كنتي عليها. كلمينا عن هذه الحملة، شنو موضوعها، شنو هدفها؟
طبعا هذه الحملة هي تابعة للنادي المعلوماتي في قسمنا قسم دراسات المعلومات. فكرة الحملة حق طبعا كانت من رئيس القسم دكتور سلطان الديحاني، وإحنا الحين نقوم بتنفيذها. أطلقت الحملة شهر 11/2016. أهداف هذه الحملة هي يعني طموحاتها وأهدافها مو بس تكون على المستوى الجامعي، إحنا بيها برا الجامعة. أهم أهدافها اللي هي توعية المجتمع داخل الجامعة برا الجامعة في الاستخدام الآمن لشبكات التواصل الاجتماعي. طبعا من نشاطاتها اللي هي الندوات، اللي هي ورش العمل، المعارض، البوستر، معارض البوسترز، هذه هي. بس هي يعني مبدئيا تركز على شلون حتى مثلا استخدام او الوصول الآمن للمعلومة وكيفية استخدام المعلومة. وايد مهم احد اهداف الحملة توعي المجتمع بالقوانين الموجودة، لان في قوانين وايد. هذه القوانين يعني هو مهم ان نحط قوانين، بس الاهم توصل حق المستخدمين وتوصل بطريقة صحيحة. لذلك احنا راح نبدي في الجامعة، وان شاء الله لنا اهداف يعني تكون توعوية برا الجامعة. جميل. مدى تفاعل الطلبة معاكم في هذه الحملة؟ الطلبة طبعا سعيدين بهذه الحملة، خاصة احنا الحين في المجتمع المعلوماتي، واي شيء يخص المعلوماتية يجذب، خاصة هذه الفئة يعني اللي تعتبر يعني فئة الشباب. فبالعكس يعني حتى أفكارهم مبدعة، حتى يعني مشاركاتهم رائعة، عندهم أفكار، يعني حابين هذا المجال المعلوماتي. صحيح. وإحنا بدورنا نشكرك جزيل الشكر دكتورة دلال الدوي، أستاذ دراسات المعلومات في جامعة الكويت. يعطيك ألف عافية، الأمانة أثريتينا في هذه الحلقة وفي هذه الفقرة بالذات، وشكرا لك على قبولك هذه الدعوة. شكرا لكم وسعيدة باللقاء. شكرا لكم مرة ثانية. أعزائي المشاهدين، وصلنا معكم إلى ختام هذه الفقرة، مستمرين معكم في هذه الحلقة، تابعونا. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع مواضيع جديدة ومتنوعة دائما. مع السلامة.